السلام عليكم، دي أول محاضرة في الـ Software Quality Assurance. يلا نبدأ كده. بسم الله. طيب، أول حاجة يعني إيه Quality Assurance أصلا؟ Quality Assurance كترجمة معناها ضمان الجودة. طيب يعني إيه ضمان الجودة، ويعني إيه Quality Assurance Process والكلام ده كله؟ طيب الـ Software Quality Assurance دي بتكون عبارة عن طريقة أو عملية بتأكد بيها ان السوفت وير برودكت بتاعي بيحقق معايير وستاندرد معينة بتكون موجودة في الاورجانيزيشن بتاعتي. يعني احنا في الاورجانيزيشن بتاعتنا او في الشركة او في المنظمة او ايا كان، انا دلوقتي بيكون عندي ستاندرد، بيكون عندي جايد لاينز، بيكون عندي معايير معينة اقدر من خلالها اقول ان البرودكت بتاعي ده الكواليتي بتاعته عالية. طيب السوفت وير كواليتي اشورنس او الكواليتي اشورنس بتكون عبارة عن بروسيس بتتأكد بقى ان البرودكت بتاعي ده في كل المراحل اللي هو بيتعمل فيها محقق الكواليتي او بيطبق الستاندرد اللي الاورجانيزيشن حطها. تمام. طيب بيقول لك ان الكواليتي اشورنس بتركز على البروسيس ستاندرد، بمعنى بتركز على مجموعة من الستاندردز او الجايد لاينز اللي بتمشي عليها طول البروسيس عشان تحقق الكواليتي. تمام، او عشان توصل لبرودكت الكواليتي بتاعته عالي. بيتكلم هنا عن حاجه اسمها البروجكتس اوديت. البروجكتس اوديت دي معناها ايه؟ معناها ان انت كل شويه كده بتقعد تقيس هل البروجكت بتاعك بيحقق الكواليتي ولا لا، هل هو ماشي صح ولا لا، الحاجات اللي مطلوبه منه بيحققها ولا ما بيحققهاش. طيب لو في مشكله او الكواليتي بتاعتك قلت، بتبتدي ان انت تشوف ايه الحاجه اللي قللت الكواليتي بتاعتك، او ايه الحاجه اللي هتقلل وتخلي البروجكت بتاعي او البرودكت بتاعي مش ماشي على الستاندرد اللي الاورجانيزيشن حطه. طيب بيقول لك ويل بروسيجرز فور ديفلوبمنت، بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بنمشي على كل المراحل بتاعه الديفلوبمنت، من اول موضوع ان انا اجمع الريكويرمنت لحد الديزاين والكود والتست والديبلويمنت وحتى المينتيننس. كل دي انا كل البروسيس دي او كل البروسيجرز دي بتأكد ان الكواليتي بتاعتها، او بتأكد انها ماشية بطريقة توصلني للكواليتي او الستاندرد اللي الاورجانيزيشن حطها. طيب بيقول لك هنا ان انا كل بقدر ان انا ايفالويت الكواليتي وبعد كده بعمل امبروفنج، بمعنى ان انا بقدر ان انا اقيس هل الكواليتي بتاعتي متحققة في البرودكت او في كل مراحل الديفلوبمنت بتاعت البرودكت ولا لا، وبعد كده ببتدي ان انا امبروف الاماكن اللي مش محققه الكواليتي. تمام، بعرف هل الكواليتي او بقدر اقيس الكواليتي بتاعت البرودكت، وبقدر ان انا اعرف ايه الحاجات اللي قللت الكواليتي بتاعت البرودكت واحسنها. طيب هنا بيقول لي ان الموضوع معتمد على ان انت تكون عندك ستاندرد سيستم كويسه والستاندرد بتاعتك مظبوطه عشان تكفر كل التولز وكل البروسيس وكل الحاجات او كل المراحل بتاعت ان انت تعمل البرودكت بتاعك او السوفت وير برودكت بتاعك. تمام، والكواليتي اشورنس او الكواليتي بتعمل زي كواليتي كنترول كده، من خلالها بتقدر تتاكد ان البرودكت بتاعك ده ريليبل وديبندبل، هو بيحقق الكور سبيسيفيكيشنز او بيحقق الكور فانكشنز بتاعته، وفي نفس الوقت اليوزر يقدر يعتمد عليه في الحاجات دي او يعتمد عليه في التاسك اللي هو عايز يعملها. طيب هنا شوية كلام نظري عن السوفت وير كواليتي اشورنس كده. طيب اول حاجة هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السوفت وير كواليتي اشورنس بتغطي الديفلوبمنت سايكل كلها من اولها لاخرها. تمام، من اول ان انت تجمع ريكويرمنت لحد زي ما احنا قلنا موضوع المينتيننس بكل المراحل اللي في النص. ده كله بيحصل ليه؟ بيحصل عشان اتاكد ان كل مرحله محققه الستاندرد او محققه المواصفات باعلى كواليتي ممكنه او ماشيه باعلى كواليتي ممكنه. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت بيقول لي نفس الكلام، بيقول لي ان انت من اول requirements definition لحد الكودينج والريليز وكل الكلام ده لازم تتاكد، او لازم الكواليتي اشورنس بتعمل مينتين للمراحل دي كلها عشان تتاكد ان
البرودكت محقق الهاي كواليتي او محقق الهاي ستاندرد. طيب من خلال الكواليتي اشورنس بتأكد ان كل حاجة مظبوطة، كل حاجة ماشية تمام. وده بيكون بناء على مجموعة الستاندرز او الكريتيريا اللي انا محددها او الاورجانيزيشن محددها من البداية، اللي لازم البرودكت بتاعي يكون ماشي عليها عشان يكون يكون الكواليتي بتاعته عالية يعني. طيب هنا بيقول لي ان الستاندرز دي ممكن تكون ايزو 9000 او سي ام ام اي، دي كلها مجموعة من الستاندرز اللي المفروض الاورجانيزيشن تمشي عليها عشان توصل لكواليتي معينة. طيب هنا بقى بيكلمني على الكاتيجوريز بتاعة السوفت وير كواليتي. طيب اول حاجة عندي حاجة اسمها السوفت وير فانكشن كواليتي. طيب دي معناها ايه كده ملخصا؟ دي بتتأكد ان الفانكشنز الأساسية بتاعة البرودكت بتاعي او السوفت وير بتاعتي متحققة وماشية على الستاندردز والكواليتي بتاعتها مظبوطة. يعني انت البرودكت بتاعك المفروض ان هو بيعمل 1 2 3، فهنا انا بتأكد ان هو بيعمل 1 2 3 بناء على الستاندردز وبناء على الكواليتي اللي مطلوبة منه، بيحققهم بشكل مظبوط ومية. طيب تاني حاجة السوفت وير structural quality، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقى هنا بتأكد ان او بتأكد من quality ال non-functional standards اللي هي بتكون ال security وال accessibility وال scalability وال reliability والحاجات دي كلها، بتأكد انها موجودة وموجودة بالكواليتي اللي مطلوبة منها. يعني الحاجة دي مثلا لو انا حاطط لها standard انها تكون 90%، انا بتأكد انها موجودة ومحققة quality 90%. انا حاطط لها standard وحاطط لها جايد لاينز معينة لازم تحققها، فلازم تكون موجودة ولازم تكون محققة الكواليتي. طيب في مثال على النقطة دي، مثلا برنامج واتساب. دلوقتي انت واتساب ايه المين فانكشن؟ المين فانكشنز بتاعته ان انت تبعت رسائل وتستقبل رسائل وتعمل جروبات وتدخل ناس فيها والكلام ده كله. فدي عندي اللي مهتم بالكواليتي بتاعت الحاجات دي بيكون ايه؟ بيكون السوفت وير فانكشن كواليتي، هي دي المختصة بالكور ديزاين سبيسيفيكيشنز او بالكور ديزاين فانكشنز. طيب الرسائل دي او المسجات اللي انت بتبعتها على الواتساب لازم تكون متأمنة، لازم تكون سكيور، ولازم الداتا تكون ريلابل. فاللي بيهتم بالكواليتي بتاعت السكيورتي او الريلابيليتي هو السوفت وير ستراكشرال كواليتي. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها ال BDCA cycle. طيب ايه ال BDCA cycle دي؟ هي بتكون عبارة عن cycle كده او بيسموها ديمينج cycle عشان ده اسم الشخص اللي عملها يعني. المهم هي بتكون cycle كده في ال quality assurance، بتكون مكونة من أربع phases: plan, do, check, act. أول حاجة plan، انت بتحدد فيها الحاجات اللي انت محتاج تحسنها عشان ال quality بتاعت ال software تعلى. تاني حاجة دو، بتبتدي بقى ان انت تنفذ حاجات كده او تغير حاجات في السيستم او تغير الورك فلو بتاع السيستم او اي حاجة عشان تعلي الكواليتي. تالت حاجة بتبتدي ان انت تعمل تشيك بقى، هل اللي انت عملته ده فعلا على الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعك ولا معلهاش. واخر حاجة الاكت، بعد بقى ما تشيك كده وتشوف اللي انت عملته هل فعلا على الكواليتي ولا لا، بتبتدي بقى ان انت تاخد فعل معين، هل خلاص احنا هنغير الورك فلو بتاع السيستم، هنغير مثلا الحاجات دي عشان خلاص احنا اتأكدنا ان الحاجات دي بتعلي الكواليتي، ونغير الستاندرز ونغير الكلام ده كله ولا لا. تمام. طيب هنا بقى بيكلمني عن البنفيتس بتاعه السوفت وير كواليتي اشورنس. طيب اول حاجه السوفت وير كواليتي اشورنس از كوست افكتيف انفستمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انت الاورجانيزيشن بتاعتك او الشركة بتاعتك لو خرجت سوفت وير فيه ديفكس وفيه مشاكل ومش مظبوط يعني، طيب هل الموضوع ده هيكون حاجة كويسة؟ لا، هو مش هيبقى حاجة كويسة. ليه؟ لان هو هيكلف الشركة كتير، هيكلفها انها هتصلح المشاكل دي، هتنزل باتشز، هتبتدي انها تعمل ابجريدز، والموضوع ده هيكلفها اكتر من البادجت اللي هي المفروض حطاه للبرودكت. طيب تاني نقطة، السوفت وير كواليتي اشورنس بت increase الكاستمر تروست. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا ممكن يكون عندك شركة
سمعتها عالية جدا وشغالة بقالها فترة طويلة، لكنها خرجت برودكت او خرجت ريليز مليانة بوكس مليانة ديفكس مش مظبوطة، فخلاص هي خسرت سمعتها بسبب حاجة تافهة. وعلى الناحية التانية دلوقتي انت لو الشركة بتخرج دايما المنتجات بتاعتها او السوفت وير بتاعتها جودتها عالية وما فيهاش مشاكل والدنيا مظبوطة فيها، خلاص هيبتدي الكاستمر ان هو يثق فيها ويتعامل معاها على طول، وخلاص هتبقى السمعة بتاعتها مظبوطة. فدي حاجة بتساعد فيها السوفت وير كواليتي اشورنس. طيب تالت حاجة بيقول لك هي السوفت وير كواليتي اشورنس بت improve البرودكتس اوفر اول سيفتي وريلابيلتي. طيب في فكرة السوفت وير برودكت مثلا او الابليكيشنز والكلام ده، احنا يهمنا نقطة السكيورتي او السايبر سكيورتي والحاجات دي. فبيقول لك ان الكواليتي اشورنس بتضمن ان الابليكيشن بتاعك يخرج يكون سكيور، ما بيسربش بيانات العملاء مثلا، ما فيش اي مشاكل في السكيورتي او الكلام ده. فانت بتضمن ان السكيورتي بتاعت البرودكت بتاعتك مظبوطة عن طريق السوفت وير كواليتي اشورنس. تمام. طيب رابع حاجة بيقول لك it lowers the expense of maintenance. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انت لو الشركة بتاعتك بتخرج ريليس او بتخرج البرودكت مظبوط بقى من اول مرة، خلاص هو المنتج 100 100، فخلاص بقى انت مش محتاج تحسن ومش محتاج ان انت تقعد كل شوية تعدل وتنزل فيكسز وفي ابديت جديد ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا انت خلاص انت نزلت البرودكت 100 100 والموضوع انتهى. طيب لو انت بقى نزلت البرودكت يا عم في مشاكل وفي باجز ومش عارف ايه والجودة، فهتبتدي بقى ان انت تعمل ايه؟ تعمل مينتيننس كتير. طيب المينتيننس ده هيكلفك كوست تايم كونسيومينج، وبيقول لك هيوديك لحاجة اسمها نيفر اندينج سايكل اوف فيكسز، تقعد بقى تصلح الى ما لا نهاية، الدنيا باظت عندك. تمام. طيب اخر حاجة هي بيقول لك it guards against السيستم فيليرز. طيب هنا بيتكلم في ايه؟ بيقول لك انت لو في حاجة اسوأ من الباجز والديفكس والكلام ده، مع انها هي يعتبر حاجة وحشة جدا جدا، فهي هتكون موضوع السيستم فيلير ده. تخيل كده ان انت عامل برودكت او عامل سيستم وفجأة المين فانكشنز بتاعته اللي هو المفروض معمول عشانها ما بيحققش، وقع باظ خالص. فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا السوفت وير كواليتي اشورنس بتحميك منها. دلوقتي هنتكلم عن الفرق ما بين الكواليتي اشورنس وحاجة تانية اسمها الكواليتي كنترول. طيب الاتنين هدفهم ان هما يعملوا كواليتي مانجمنت للبرودكت بتاعي ويخرجوا البرودكت بتاعي بكواليتي عالية، او يكون البرودكت محقق الستاندردز بتاعت الاورجانيزيشن بتاعي. تمام. طيب هنبتدي زي ما احنا قلنا عن الكواليتي اشورنس، هي مجموعة من الرولز والستاندردز اللي الشركة كلها بتمشي عليها وهي بتعمل السوفت وير، بتكون موجودة في كل مراحل السوفت وير، وبيكون هدفها الأساسي أو الهدف بتاعها إنها تمنع الديفكتس أو البوكس من إنها تظهر في البرودكت بتاعي أو السوفت وير بتاعي. طيب لكن الكواليتي كنترول، الكواليتي كنترول خلينا نقول إنها مثلا مرحلة التست، هي بتكون مرحلة بعد ما انا خلاص عملت السوفت وير وطلعت برودكت جاهز، ابتدي بقى ان انا اعمل تيست عليه اشوف هل هو فعلا شغال صح وكل حاجة تمام، ولا في مشاكل او في ديفكس او في باجز والكلام ده كله. وبيكون في تيم مخصوص مسؤول عن موضوع الكواليتي كنترول زي التستنج تيم مثلا. تمام. وبيبتدي الكواليتي كنترول هدفه ان هو يكتشف مشاكل اصلا موجودة في البرودكت بتاعي. طيب هنا بيكلمني عن الفرق يعني ما بين الاتنين في نقط، فبيقول لي ان الكواليتي كنترول بيركز على البرودكت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بيكون عندي برودكت ببتدي ان انا اعمل له تيستنج كده، او ببتدي ان انا اعمل حاجات معينة من خلالها اقدر اعرف هل او اقدر اطلع الديفكتس والباجز اللي اصلا موجودة جوه البرودكت ده واكتشفها. لكن الكواليتي اشورنس هي بتكون بروسس كده انا ماشي عليها طول ما انا بعمل البرودكت بتاعي، بتأكد من خلالها ان انا
مش هيظهر عندي ديفكتس ومش هيظهر عندي باجز. تمام. الكواليتي كنترول بتكون رياكتيف. رياكتيف بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتعالج الباجز بعد ما بتكون ظهرت اصلا، يعني هي الباجز او الديفكتس موجودة وانا بعد كده بكتشفها وبعالجها. لكن الكواليتي اشورنس بتكون برو اكتف، هي بروسيس اصلا هدفها انها تمنع الديفكتس او تمنع الباجز من قبل ما تظهر في البرودكت بتاعي. بيقول لي هنا ان الكواليتي كنترول بتكون لاين برودكشن. لاين برودكشن بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيكون عندي تيم بيكون هو جزء من عملية انشاء السوفت وير اصلا. يعني انا وانا بقول والله ده هيكون هيعمل هيجمع ريكويرمنت وده هيكتب الكود وده مش عارف هيعمل ايه وده مش عارف هيعمل ايه، بكون انا محدد جزء من التيم ده كله كده للكواليتي كنترول. والله هما الناس دول اللي هيعملوا تيستنج للبرودكت بتاعي. لكن الكواليتي اشورنس بيكون ستاف فانكشن، هو بيكون مجموعة كده من الناس او جزء كده من الشركة، ناس هدفها ان هم يحطوا لنا الستاندرز ويحطوا لنا الجايد لاينز اللي احنا هنمشي عليها طول الديفلوبمنت او السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، ويتأكدوا ان احنا ماشيين على الستاندرز وعلى الجايد لاينز دي. تمام. طيب الكواليتي كنترول زي ما احنا قلنا بتفايند ديفكت. والله انا عندي برودكت ببتدي ان انا اعمله تيستنج عشان اطلع الباجز اللي موجودة فيه. لكن الكواليتي اشورنس هي بتبريفنت الديفكت، انا بمشيك على ستاندردز معينه وعلى جايد لاينز معينه عشان ما يظهرش عندك ديفكتس او ما يظهرش عندك باجز. تمام. هنا ده جدول بيوريني الاختلافات ما بينهم. فبيقول لي هنا الكواليتي كنترول بتركز على ايه؟ بيقول لك بتركز على البرودكت كواليتي ات ا جيفن مومنت، يعني بتركز على البرودكت كواليتي عند مرحله معينه. مرحلة معينة معني ايه؟ انا دلوقتي خلصت مثلا البرودكت وبعمله تيست، فانا بتأكد ان الكواليتي بتاعت البرودكت في المرحلة دي كويسة. لكن الكواليتي اشورنس هي بتكون بروجكت بروسيس، هي بتكون بروسيس معايا من اول ما بجمع ريكويرمنتس مثلا لحد ما اخرج البرودكت واعمله مينتيننس والكلام ده كله. فهي بروسيس مستمرة من البداية لحد النهاية. الكاركتر بقى بيقول لك الكواليتي كنترول رياكتيف، بيقول لك هي بتديتكت الايشوز بعد ما تكون فعلا موجوده. انا عندي ايشوز وعندي مشاكل في البرودكت بتاعي، فابتدي ان انا اكتشفها واطلعها عن طريق الكواليتي كنترول. لكن الكواليتي اشورنس بتكون بريفنتيف. بريفنتيف بمعنى ايه؟ انها بتمنع الايشوز انها تظهر. والله انا عارف ان ممكن يحصل مشاكل واحد اتنين تلاتة، فانا المفروض ان انا عارف ال vulnerabilities بتاعتها فأمنحها. طيب ال starting point بقى ال quality control بيقول لك إن هي بتبدأ في المرحلة بتاعة requirement gathering، مرحلة تجميع ال requirements. تمام. بيقول لك إنها موجودة في present in each iteration، بمعنى مثلا أنت لو شغال agile فمع كل sprint بيكون عندك في testing في الآخر، أو في عندك quality control انت بتتاكد والله ان اشوف الديفكس والباجز اللي موجوده في الابليكيشن والكلام ده كله. فبيكون في مرحله موجوده في كل اتريشن من السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بعمل عندها موضوع الكواليتي كنترول. طيب الكواليتي اشورنس الستارتنج بوينت بتاعتها بيقول لك في البروجكت بلاننج ستيج، ده الستارت بوينت بتاعت موضوع الكواليتي اشورنس. بيقول لك هي موجودة في أي بوينت في السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل when the project is in trouble. بيقول لك أول ما البروجكت، هي بيقول لك هي موجودة في كل المراحل بتاعة السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل عشان تظهر في الوقت اللي لو البروجكت حصل فيه مشكلة. والله أنا البروجكت بتاعي في أي مرحلة من المراحل حسيت إن الكواليتي بتاعته بتبتدي تقل، قست الكواليتي ولقيتها قلت مثلا، فابتدي إن أنا أتدخل عشان أرفع الكواليتي تاني وشوف ايه الحاجات اللي المفروض انها تتحسن. طيب الكواليتي كنترول، الكواليتي كنترول بيقول لك هنا التولز والميشورز بتاعتها. بيقول لك التايبس اوف تيستينج، مجموعه من يعني مجموعات مختلفه من التايبس اوف تيستينج، تيستينج ماتريسيز، وفي عندك التست ريبوز. طيب الكواليتي اشورنس ايه التولز والميشورز بتاعتها؟ الكواليتي ماتريسيز والريفيوز والاوديتس اللي احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده. انت بتيجي عند مرحله بيكون عندك كل شوية كده بتقعد تقيس بمجموعة من الماتريسيز او الكي بي ايز او الكلام ده كله
تشوف الكواليتي بتاعة البرودكت، وتبتدي بعد كده ان انت تشوف ايه الحاجة اللي محتاجة انها يحصل لها امبروف وتحسنها. هنا بقى بيبتدي يتكلم على فكرة ايه الحاجات المشتركة ما بين الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول. اول نقطة هنا بيقول لي هنا ان الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس الاتنين هدفهم ان هما يحققوا الكواليتي اشورنس ريكويرمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس هدفهم ان هما يوصلوا البرودكت بتاعي او السوفت وير بتاعي لدرجة معينة من الكواليتي او كواليتي عالية. تمام. الكواليتي كنترول بيكون معتمد على مثلا الذكاء بقى بتاع التستر والكلام ده، ان هو يطلع تيست كيسز تبين الديفكتس، ويكون شاطر مثلا في اليو اي يو اكس عشان يقدر لو في مشكلة مثلا في اليوزر اكسبيرينس او في مشكلة في اليو اي بتاع البرودكت يبتدي ان هو يطلعها. طيب ال بيقول لي هنا نقطة حلوة قوي، بيقول لي هنا حتى لو هي معتمدة على ذكاء التستر أو معتمدة على التست كيسز اللي هو بيحطها، لكن لازم كل حاجة يعملها تكون documented. تمام. تاني نقطة بيقول لي هنا إن الاتنين هدفهم إن هما يحسنوا عملية إنتاج السوفت وير أو البرودكت مانيفاكتشرينج بروسيس. وبيقول لي حاجة، بيقول لي هنا إن الديفلوبرز بيكونوا عارفين الكونسبت بتاع الفيدباك لوبس، إن أنا مثلا عملت الابليكيشن وخدت فيدباك عنه ان في كذا وكذا وكذا، فهرجع احسن من اول جديد، وبعد كده اطلع ريليز فخدت عنه، او اطلع البرودكت بتاعي فخدت عنه ان والله ده هو في كذا وكذا، فابتدي ان انا اعمل من اول جديد. وبيقول هنا ان الاورجانيزيشن بتكون عارفة موضوع انها لازم تتعلم باستمرار. يعني احنا مع كل سايكل او مع كل مرة بنحسن فيها الستاندرز بتاعتنا او الجايد لاينز بتاعتنا، لازم نكون بروداكتيف اكتر، لازم نكون بروفيتابل اكتر. تمام. وبيقول لك هنا ان الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس بيحددوا انهي نقطه بالظبط اللي محتاجه تتحسن عندي في السايكل بتاعتي. هل انا المفروض مثلا احسن ديفكت ديتكشن، احسن الحته بتاعت التست اوتوميشن، احسن الداتا كولكشن، احسن ال UI UX مثلا بتاعي ولا حاجة، والكلام ده كله. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك اول حاجة عندنا هنا مثلا بيقول لك ان الشركة بتاعتك ما ينفعش تطلع مشروع كده وخلاص، لا، الكواليتي اشورنس بتحط البلان بتاعت الشركة عشان نتأكد ان الكواليتي عالية، او نتأكد ان احنا بنعمل بروجكت او برودكت الكواليتي بتاعته عالية. والكواليتي كنترول بتتأكد ان البرودكت النهائي اللي انت طلعته بيحقق التوقعات بتاعة اليوزر، وبيعمل الفانكشنز اللي هو عايزها بشكل صحيح. والاتنين مع بعض بيقولك ان هم بيضمنوا ان هم يطلعوا منتج مناسب للكاستمر وبيدخل ربح للشركة. تمام. طيب هنا في الاخر بيقولك ان الكواليتي اشورنس الكواليتي كنترول الاثنين بيعملوا كات للاكسبنسز، او بيقللوا الكوست، او بيقللوا التكاليف البرودكت بتاعك. الكواليتي اشورنس بتبتدي انها تكتشف او تبتدي انها تمنع الديفكتس بدري قبل ما تظهر اصلا، والكواليتي كنترول في الاخر لو في ديفكتس بيبتدي ان هو يكتشفها ويخليك تحلها. طيب هنا رسمة بقى بتبين لي ايه الحاجات اللي هم مختلفين فيها والحاجات اللي هم مشتركين فيها والكلام ده كله. خلينا مثلا نتكلم عن الحاجات اللي هم مشتركين فيها. بيقول لك هنا ان هم هدفهم ان هم يطلعوا release high quality products، هدفهم ان هم improve ال process وال procedures بتاعتك، gain customer trust and trust and loyalty. بيقول لك find issues before they become major problems، اكتشف المشاكل قبل ما تبقى مصيبة. يعني optimize ال use of existing resources بتاعتي، increase ال proficiency و reduce ال costs. ودي بقى الحاجات اللي هم مختلفين فيها. طيب احنا من الصبح عمالين نقول على ان في ستاندرد ستاندرد ستاندرد. طب هي ايه شكل الستاندردز دي؟ فهل
هنبتدي بقى ان احنا ناخد حاجة، او نبتدي ان احنا ناخد نوع من انواع الستاندرز دي موجود فعلا. اول حاجة هنا عندنا حاجة اسمها الـ IT Quality Index، دي يعني معلومة كده زيادة، هي دي عبارة عن طريقة او سيستم من خلالها بقدر اقيس الكواليتي بتاعة الابليكيشن بتاعي او السيستم بتاعي، تمام، واشوف هل هو بيحقق requirements بتاعته بالكواليتي والبرفورمانس المطلوبة منه ولا لا. طيب، في عندي حاجة اسمها كواليتي مانجمنت وحاجة اسمها الكواليتي ميجرمنت. الكواليتي مانجمنت دي هي بتكون سيستماتيك ابروتش كده، او هي الستاندردز اللي انا بمشي عليها عشان اتأكد ان المنتج بتاعي بيحقق الكواليتي او الكواليتي بتاعته عالية وبيحقق اليوزر اكسبكتيشنز. طيب، ايه بقى الكواليتي ميجرمنت؟ هي بقى الحاجات اللي انا بقدر اقيس بيها هل فعلا البرودكت بتاعي بيحقق الكواليتي مانجمنت او الستاندردز اللي انا اتكلمت عنها او اللي انا محددها ولا لا. تمام، طيب، فاحنا هناخد مجموعة من الستاندردز اسمها السي ام ام اي. السي ام اي دي هي نوع من انواع الستاندردز اللي احنا بنتكلم عنها من الصبح. بيقول لك السي ام ام اي هي is a process level improvement training and appraisal program. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك مجموعة كده او process، او ال CMMI هدفها انها تعمل train وتحسن من الاداء بتاع الشركة. هي يعني مثلا انا بشوف انت قدرتك فين بالظبط، وابتدي ان انا اقول لك انت موجود فين، طب وهنحسن الموضوع ده ازاي، وابتدي ان انا ادربك على الموضوع ده. تمام، طيب، بيقول لك السي ام اي بتعمل امبروفمنت سواء على مستوى بروجكت معين او قسم موجود في الاورجنايزيشن او اورجنايزيشن كامله. طيب، السي ام اي بتديفاين 5 ليفل كده، هم على اساسهم بيحددوا الاورجنايزيشن بتاعتي موجوده فين بالظبط، والكواليتي بتاعتها عامله ازاي، وهنحسنها ازاي، وهنعمل تريننج ليها ازاي. تمام، طيب، هنا في definition تاني بيقول لك ان ال CMMI هي a proven set of global best practices that drives business performance through building and benchmarking key capabilities. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتكون مجموعة كده من الممارسات العامة او الستاندردز العامة اللي بتحسن البيزنس performance بتاعتك ايا كانت الشركة دي بتعمل ايه، خاصة لو كانت ال software development. يعني هي الستاندردز دي لاي اورجانيزيشن او لاي شركه بتطلع برودكت، لكن السي ام اي احسن او بيتم استخدامها اكتر في السوفت وير ديفلوبمنت او السوفت وير برودكت. تمام، بيقول لك ان هي بتكون عباره عن مجموعه كده من البيست براكتسز، حاجات جلوبال بتحسن البرفورمانس بتاعت البيزنس بتاعك، وتبتدي انها تديك او تضيف لك كابابيلتي زياده للاورجانيزيشن او للشركه وتحسن منها مع الوقت. تمام، بيقول لك ان البيست براكتسز دي بتركز على ايه الحاجات او ايه الخطوات اللي انت المفروض تعملها عشان تحسن البرفورمانس بتاعتك، وايه هي الاوبريشنز اللي هتوصلك للبيزنس جولز اللي انت المفروض توصلها. بيقول لك السي ام ام اي مفهوم او تصمم عشان يكون مفهوم واكسسبل وفليكسبل وقادر ان هو انتجريت مع اي ميثودولوجيز تانية زي الاجايل مثلا. فانت لو شغال مثلا في الشركه بتاعتك اجايل، فالستاندرز بتاعت السي ام ام اي خلاص 100 100 فليكسبل، وتقدر تشتغل مع اي ميثودولوجي انت شغال بيها. بيقول لك ان السي ام اي بتساعد الاورجانيزيشنز ان هم يفهموا الكرنت ليفل اوف كابابيلتي، يفهموا هو مستوى قدراتهم عامل ازاي، وافهم انا موجود فين بالظبط والبرفورمانس بتاعتي عامله ازاي. وبيقول لك انها بعد كده بتبتدي ان هو تقدم جايد كده ليهم او ترشدهم هم ازاي هيعملوا اوبتمايز للبيزنس ريزلت، ازاي يحسنوا الكابابيلتيز والبرفورمانس بتاعتهم عشان يوصلوا للبيزنس ريزلت اللي هم عايزينها وكمان يحسنوها. طيب، دي مجموعة من الاشكال التي ليس لها اي فائدة على الاطلاق، بس اللي عايز يعني يقرأ الكلام ده يقرأ. طيب، احنا في الكام سلايد اللي جايين هنتكلم بقى عن البروسيس بتاعت الكواليتي اشورنس، الموضوع ده بيحصل ازاي عموما. طيب،
اول حاجه هنا بيكلمني عن البروسيس بتاعه الكواليتي اشورنس في 3 نقط. طيب اول حاجه بيقول لك انت بتعمل ايفالويت للبروسيس او للورك برودكت او للسيرفيس اللي انت عايز تشوف الكواليتي بتاعتها، وتبتدي تقارنها بالديسكريبشنز والستاندردز اللي موجوده عندك. ان كل انت عارف ان انت عندك ستاندردز، فهتبتدي ان انت تيفالويت البرفورمانس والكواليتي بتاعت البروسيس او البرودكت او السيرفيس دي، وتشوف هل هي بتحقق الستاندرد ولا لا. بيقول لك بعد كده تاني نقطه بتعمل ايدنتيفاي ودوكيومنتنج للنون كومبليانس ايشوز. يعني ايه نون كومبليانس ايشوز؟ بيقول لك انت لو نون كومبليانس ايشوز دي، لو البروسيس او السيرفيس دي ما بتحققش الستاندرز، فخلاص دي مشكله. فبتبتدي ان انت تعمل ايه، تحدد المشكلة دي وتعمل لها وتخليها documented، تسجلها. تالت حاجة بيقولك انت بتبعت بقى feedback للبروجكت ستاف او الناس او المانجرز. بتبتدي بقى ان انت تقول للناس اللي شغالة في البرودكت ده، سواء كانوا developers او managers او ايا كانوا، تقول لهم والله ده الكواليتي قلت او حصل فيها مشكلة او مش عارف ايه. هبتدي ان انا ابعت لهم فيدباك او اوضح لهم الصوره بتاعه الكواليتي دلوقتي. تمام. فانا اول حاجه بايفاليويت السيرفيس او البروسيس، اشوف هل هي ماشيه على الستاندردز اللي انا حطيتها ولا لا. تاني حاجه بايدنتيفاي وبعمل دوكيومنتنج للايشوز اللي هتظهر لو البروسيس دي او السيرفيس دي مش ماشيه على الستاندرد. تالت حاجه ببعت فيدباك للبروجكت ستاف او للمانجرز، واقول لهم والله الريزلت بتاعتي 1 2 3. هنا بيقول لك اول حاجه الاوبجكتيفيتي في البروسيس كواليتي اشورنس من اهم الحاجات، هي اللي بتخلي البروجكت بتاعك ينجح. يعني ايه؟ يعني الاوبجكتيفيتي يعني موضوعيه، بمعنى ان انا بيكون عندي كريتيريا ثابته او عندي ستاندرد ثابته انا محددها، خلاص هي دي اللي لازم تعملها عشان تحقق الكواليتي، مفيش كلام تاني. تمام. يكون كل حاجة فيها شفافية كده، انا عندي ستاندرز انت لازم تحققها عشان نوصل للكواليتي وعشان نوصل لبرودكت كويس. طيب تاني نقطة هنا بيقولك ان الـ evaluators shouldn't evaluate their own work. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مينفعش مثلا اجيب واحد شغال في البروجكت او هو اللي كاتب الكود مثلا واقول له اعمل لي evaluate ليه، شوف لي الكواليتي بتاعته. لا، بيقول لك ان التيم بتاع الكواليتي اشورنس ده ملوش دعوه خالص بالتيم اللي بيعمل ديفلوبنج للبرودكت ولا الناس اللي بتعمل تيست ولا اي حد. لا، هو تيم منفصل خالص، ملوش دعوه بيهم خالص. بيكون عنده كريتيريا معينه او ميثودز بيقدر من خلالها ان هو ايفالويت بقى الكواليتي بتاعه البرودكت. هو عنده طريقه او عنده خطوات بيقدر من خلالها ان هو يشوف الكواليتي بتاعت الشغل اللي الناس التانية دي او الناس اللي شغالة على البرودكت او البروجكت بيعملوا. تمام. بيقول لك ان التالت حاجة ان الايفاليويشنز دي بتعمل ايه، بتشوف هل الشغل البروسيس اللي هما بيعملوها والشغل اللي هما طلعوه بيطبق الستاندردز ولا ما بيطبقهاش. الاوبجكتيفيتي ازاي بقى حد احقق موضوع الموضوعيه ده او فكره الموضوعيه، موضوع الموضوعيه. طيب اول حاجه ان انت يكون عندك independent quality assurance organization او groups. زي ما قلنا هو تيم او organization تانية ملهاش دعوه بالناس اللي بتعمل البرودكت، هم منفصلين عنه. بيقول لك independent reviewers who are not involved in development or maintenance of solution. يكون عندك reviewers كده هما كمان برضو ما لهمش دعوه بالديفلوبمنت وما لهمش دعوه بالمينتيننس بتاعه البرودكت. تالت حاجه يكون عندك كريتيريا، يكون عندك ستاندردز وجايد لاينز انت ماشي عليها وما بتتغيرش او بيحصل لها ابديت، بس هي عباره عن قواعد كده احنا كلنا ماشيين عليها. طيب بعد كده يكون عندك تشيك ليست. يعني ايه؟ بيكون بناء بقى على الديسكريبشنز بتاعت البروسيس والستاندرز والبروسيدجرز والكلام ده، بيكون عندك تشيك ليست كده بتكون محدد فيها والله انا هعمل كذا 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 كذا، ما عارف انت ايه الخطوات اللي انت هتعملها. تمام. طيب ايه الميثودز مثلا او ايه الاوبجكتيف ايفالويشن ميثودز؟ اكزامبلز بقى عليها الكلام ده.
يكون عندك فورمال اوديتس، يعني يكون الحاجات اللي بتقيس بيها الكواليتي دي حاجات فورمال معروفة وعامة وموجودة في كل حتة والكلام ده كله. تاني حاجة يكون عندك الريفيورز بتاعتك يكون اوبجكتيف. تالت حاجة ان انت تعمل ريفيو كده للشغل بشكل فورمال، يعني والله ان انت بتروح المكان اللي بيحصل فيه الشغل او الجودة وتشوف الجودة بقى بعينك، تبتدي ان انت تقيس الجودة. يكون بيقولك ان انت بتدستريبيوت، بيكون عندك ديستريبيوتد ريفيو كومنت ريجاردنج للورك برودكتس، انت بتبعت بقى او بتوزع ريفيو، بتدي الكومنتس بتاعتك على الورك برودكتس اللي بتطلع. واخر حاجة ان انت يكون عندك اوتوميتد بروسيس تشيكس او طريقة معينة كده اوتوميتد تقدر من خلالها ان انت تافويد الميستيكس، ولو في اي بروسيس بتتعمل بشكل مش صحيح تبتدي ان انت ايه تصلح المشكلة دي او تخليها تشتغل بشكل صح، زي حاجة اسمها البوكايوكي. طيب اهي البوكايوكي، البوكايوكي ميكانيزم بيقولك هي كواليتي اشورنس بروسيس عملها مهندس ياباني مش هنعرف نقول اسمه. بيقولك ايه الهدف من البوكايوكي او هي بتعمل ايه. البوكايوكي هي ديفلوب بروسيس هدفها انها تريديوس الديفكتس عن طريق انها تعمل ليها افويد، عن طريق انها تعمل افويد او كوركتنج للميستيكس في الايرلي ديزاين اند ديفلوبمنت فيسز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي الميكانيزم دي هدفها انها ايه تقلل الديفكتس عن طريق انها تعمل ايه، عن طريق انها تتجنب او تصحح الميستيكس اللي بتظهر في البرودكت بتاعك بدري بدري. كل ما خلصت الدنيا دي بدري كل ما فرصة ان الديفكتس بتظهر بتقل او كل ما عدد الديفكتس يقل. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيقول لك هنا اهو design to show alerts or warning messages to the user. بيبتدي ان هو يطلع لك alert كده او يطلع لك error message او warning message يقول لك والله انت بتعمل حاجة غلط، في مشكلة، في حاجة incorrect، عشان تتدارك الخطأ اللي انت بتعمله و تمنع الديفكت اللي هيظهر لو الخطأ ده اتعمل. طيب في عندك تو كاتيجوريز من البوكايوكي ميكانيزم. اول حاجة الديفكت بريفنشن، فكرة ان انت قبل ما الديفكت يظهر تمنعه اصلا ما تخلوش يظهر في البرودكت. وتاني حاجة الديفكت ديتكشن، ان انت لو في ديفكت في البرودكت ان انت تبتدي ان انت تكتشفه. طيب مثال هنا مثلا حوار الباسورد، انت لو بتعمل اكاونت في موقع او حاجة بتلاقي كده تلاقي لك مسج باللون الاحمر بيقول لك لازم الباسورد بتاعك يكون 8 حروف مثلا، لازم يكون فيه ارقام ورموز وحروف كابيتال وسمول والكلام ده كله. فدي ده مثال على البوكايوكي ميكانيزم. طيب هنا بقى بيقول لي ان في اكتيفيتيز بتكون مرتبطة بالبروسيس بتاعت الكواليتي اشورنس، او هي الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها عشان تحقق الكواليتي اشورنس. طيب بيقول لك في الاول هنا انت بتعمل بيكون عندك كريتيريا ماشي عليها عشان تعمل ايفالويشن للكواليتي بتاعت البرودكت بتاعك. تمام دي بتكون ابديتد دايما كده، بتحسنها وبتعدل عليها لكنها موجودة ولازم تكون واضحة ولازم نمشي عليها بالظبط. تاني حاجة ان انت يكون عندك updated checklists، يعني لازم بناء على ال descriptions بتاعت ال product وال standard وال procedures اللي عندك انت لازم يكون عندك checklist كده يكون فيها انت هتعمل ايه بالظبط وبالترتيب. تمام بعد كده بيقولك في تالت نقطة ان انت بتستخدم الكريتيريا بتاعتك دي، تستخدم الشيكليست عشان تيفاليويت بقى البروسيسز بتاعتك. يعني انت لو في بروسيس عن طريق بقى الكريتيريا وعن طريق الشيكلز دي بتشوف هل البروسيس دي بتفولو الستاندرد والديسكريبشنز والكلام ده ولا ما بتحققهاش. طب لو ما بتحققهاش تدخل بقى على رابع خطوة، تبتدي ان انت تعمل ايدنتيفاي وريكورد لي نون كومبليانس او الايشوز اللي ظهرت دي في خلال موضوع الايفاليويشن. تمام وبعد كده بيقول لك هتعمل leverage لل recorded best practices، يعني انت لو ظهر عندك best practice مثلا في بارت من الorganization تبتدي ان انت توزعها. يعني والله في انا اكتشفت ان احنا لو مشينا بالطريقة دي
الكواليتي بتاعتنا تعلى، او في مشكلة حصلت في الحتة الفلانية فانا لما حليتها الكواليتي عالية. فالكلام ده في جزء من الاورجانيزيشن، فابتدي ان انا بقى اوزعه على الاورجانيزيشن كلها، وابتدي احط ستاندرد جديدة مثلا او جايد لاين جديدة تحسن الكواليتي في الاورجانيزيشن كلها من اولها لاخرها. ايه بقى البرودكتس اللي بتطلع، او ايه الحاجات اللي انت بتطلعها من الاكتيفيتيز دي؟ اول حاجة بيكون عندك كريتيريا زي ما احنا قلنا، طريقة او ميثود انت ماشي عليها، تشيك ليست انت عارف انت هتعمل ايه بالظبط وايه اللي المفروض هتنفذه، ايفاليويشن ريبورتس انت بتعمل بتيفاليويت الكواليتي بتاعت البرودكت والبروسيسز والكلام ده كله، فانت بتطلع ريبورت بالكلام ده. نون كومبيلينس ريبورتس انت بيكون عندك ريبورت بالايشوز اللي بتطلع لك والمشاكل والحاجات دي كلها، وامبروفمنت بروبوزلز انا عملت امبروفمنت، اكتشفت طريقة جديدة حسنت الكواليتي وظبطت الكواليتي ومش عارف ايه، بعمل بروبوزل بالتحسينات اللي انا عملتها دي. هنا بقى بيتكلم عن النون كومبيلينس ايشوز بالتفصيل بقى. طيب فبيقول لك هنا ايه، بيقول لك هي عبارة عن problems identified when team members don't follow applicable standard أو recorded procedures processes أو procedures. بمعنى ايه؟ بيقول لك هي problems بتظهر لما بيكون في team members كده من الناس اللي شغالة على البرودكت ما بيتبعش الستاندردز، أو ما بيمشيش حسب الجايدلاينز اللي احنا حطيناها له عشان يحقق الكواليتي. تبتدي هنا بقى تظهر ال non compliance issues. بيقول لك ال non-compliance issues دي non-compliance issues دي بتتسجل طول الوقت، يعني طول الوقت كده انا بعمل لها documentation وبسجلها. وبيقول لك من خلال ال issues دي كلها اللي بتظهر لي بقدر يكون عندي indication عن ال quality trends، يعني بيكون عندي كده تصور عن ايه الاوقات اللي كانت ال quality فيها عالية، ايه الاوقات اللي كانت ال quality فيها قليلة. فابتدي بقى ان انا اربط الكواليتي بحاجات تانية، واحدد ايه الحاجات اللي بتعلي الكواليتي والحاجات اللي بتقللها. والله ده في كذا او في وقت كذا او لما عملنا كذا الايشوز اللي ظهرت كان عددها كبير، فكده خلاص الكواليتي بتقل بسبب كذا وكذا. طب والله ده لما عملنا كذا الايشوز قلت وكانت قليلة جدا، او في فترة من الفترات كانت الايشوز قليلة، فده ادى ان الوقت ده الكواليتي كانت عالية. فابتدي اعرف انا امتى الكواليتي بتاعتي كانت قليلة وامتى الكواليتي بتاعتي كانت عالية. بيقول لك انت بتعمل ادرس وبتريسولف الايشوز دي لما بتظهر في البروجكت، تمام، انت بتسجلها وكمان بتحلها. فبيقول لك ان انت الاكشنز اللي بتاخدها عشان تحل الايشوز دي، يا ريت او حاول على قد ما تقدر تكون قبل لما تحصل، او قبل ما الايشوز دي تأثر على البرودكت بتاعك، تمام. فعلى قد ما تقدر حل الايشوز دي بدري قبل ما تأثر على البرودكت بتاعنا او السوفت وير. طيب هنا اخر نقطة بيقول لك ان انت الايشوز دي لو الليفل اللي انت فيه او الليفل بتاع الناس اللي عملوها مثلا او اللي ظهرت عندهم مش ده المسؤول عن انه يحلها، او الموضوع محتاج ناس اعلى منهم في الادارة او الكلام ده كله، فخلاص الايشوز دي هتترفع لفوق. فعلى حسب المانجمنت تشين او على حسب الريسبونسبيلتي بتاعت كل واحد، ابتدي ان انت وديله المشكلة دي عشان يحلها، تمام. طيب هنا بيكلمني على الـ Quality Assurance in Scrum Projects. هنتكلم بقى على الـ Quality Assurance في الـ Agile. فبيقول لك في الـ Agile انت بيكون عندك فرصة كبيرة ان انت تـ Evaluate الـ Work Products بتاعتك، مثلا عن طريق الـ User Stories. انت بيكون عندك User Stories كده بيكون موجودة في حاجة اسمها الـ Backlog Grooming، بتبتدي فيها ان انت ترتب كده وتوضح الحاجات اللي اليوزر قالها لك، وترتبها ايه اللي المفروض يحصل عشان تعملها implement. فبيقول لك بقى في اليوزر ستوريز دي او الباك لوج جرومينج دي ممكن تكون مرحلة او
فرصة تقدر منها تيفاليويت الورك برودكتس، هل الناس حققت الحاجات اللي موجودة في اليوزر ستوريز او في الباكلوج جرومينج ده وحققوا بكواليتي كويسة ولا لا. طيب تاني حاجة الفيدباك on what was built in obtained in the sprint review. طبعا انت في حاجة اسمها sprint review، انت بعد ما خلصت السبرنت ده والدنيا زي الفل تبتدي ان انت تعرض الحاجات دي على الستيك هولدرز او على الناس اللي المفروض تعرض عليهم الكلام ده وتاخد بقى الفيدباك بتاعهم. فدي طريقة تقدر من خلالها برضو تيفاليويت الورك برودكت بتاعك. طيب تالت حاجة اسمها ريترو ريسبكتيف. ريترو ريسبكتيف دي من خلالها بتشوف البيهيفير والبرفورمنس بتاعت الناس اللي شغالة في البروجكت. هي يعني بيكون عبارة عن حاجة كده، يعني بعد ما التيم بيخلص السبرنت بيبتدي يشوف البرفورمنس و البرفورمنس و الشغل بتاعه والأداء بتاعه كان عامل ازاي في السبرنت ده، فيبتدي ان هو يحسن منه. فدي طريقة برضو تيفاليويت بيها الورك برودكت بتاعتك. فهنا بيقول لي ده شكل ال بي كيو اي في الاجايل فريم ورك، يعني او البروسيس بتاعت الكواليتي اشورنس. بيكون في ريليز بلاننج في الاول، بعد كده موضوع الباك لوج جرومينج، ان انا خدت اليوزر ستوريز وابتديت اعرف ايه الحاجات اللي مطلوبه مني وارتبها كده عشان مرحله الامبلمنتيشن، بعد كده بعمل سبرنت بلاننج، بعد كده سبرنت اكسكيوشن، بعد كده الريفيو اللي بيحصل على الستيك هولدرز او على الناس اللي بتريفيو البرودكت بتاعي، وبعد كده موضوع الريترو ريسبكتيف او الريبورت اللي بيكتبوه التيم او الطريقه اللي بيشوفوا بيها البرفورمانس بتاعتهم كانت عامله ازاي في السبرنت دي. طيب اهميه البلانينج، بيقول لك ان الاورجنايزيشنز مش دايما هيكون عندها نفس الكواليتي اشورنس ريسورسز عشان تريفيو كل حاجه موجوده في البروجكت. يعني مش شرط الاورجنايزيشن مثلا يكون عندها ريسورسز تقدر من خلالها تعمل كواليتي اشورنس لكل حاجه موجوده في البروجكت. طب الحل ايه؟ الحل موضوع البلاننج. انت لو عامل بلاننج كويس ومظبط الدنيا كويس هتقدر ان انت تعرف ايه الحاجات او ايه المراحل في البروجكت بتاعك او ايه الاجزاء اللي انت هتعمل عليها كواليتي اشورنس بشكل كبير، وايه الحاجات اللي مش مضطر انك تعمل فيها كواليتي اشورنس او هيكون الموضوع ابسط يعني. فبيقول لك ان البلاننج بيساعدك ان انت توبتمايز الريسورس يوز وتركز بس على الاماكن اللي بيحصل فيها ايشوز بشكل كبير. تمام، بيقول لك ان انت بتقلل الريسورس يوزنج بتاعك وبتركز على الاماكن في البروجكت اللي غالبا هيحصل فيها مشاكل. طيب الموضوع ده بيحصل عن طريق ازاي او عن طريق ايه؟ مثلا هتشوف بيقول لك المشاكل حصلت امتى زمان. طول ما انت شغال كده ايه اكتر مكان كانت بتظهر فيه مشاكل، فانا عارف ان هو ده فهعمل عليه بقى او هديله كواليتي اشورنس ريسورسز بشكل اكبر يعني. طيب تاني حاجة الكواليتي ترندز، زي ما قلنا انت بيكون عندك ترند في اماكن معينة، او بيقول لك في مثلا جزء او مرحلة ما من البروجكت او جزء مثلا الايشوز فيه كتير، فابتدي ان انا اركز الكواليتي ريسورسز عليه او محتاج كواليتي ريسورسز عليه، او في مناطق تانية او في اماكن تانية الايشوز فيها بتحصل بشكل قليل جدا جدا، فابتدي ان انا اقلل الكواليتي اكتيفيتيز او اقلل الكواليتي ريسورسز اللي مركزه على النقطه دي او على الحته دي. تمام، سورسز اوف بيست براكتسز، بيكون عندك مثلا انت عارف من الاول او عندك مصدر تقدر من خلاله تعرف البيست براكتسز على طول، انا المفروض هنا دي احسن طريقه اشتغل بيها ودي احسن طريقه اوصل بيها للكواليتي دي او احقق الستاندرد بتاعتي من البدايه. تمام، بعد كده الكومن وريكارنج بروبلمز اكروس بروجكت، انت في عندك بروبلمز بتتكرر على مدار البروجكتس اللي انت عملتها، فخلاص انت بقيت عارف دي بتتحل ازاي او عملت عليها كواليتي اشورنس قبل كده، فمش هتحتاج ريسورسز كتير دلوقتي. طيب ريسنت تشينجز ان البروسيس، انت دلوقتي انا غيرت حاجه دلوقتي حالا مثلا وجيت ايفالويت الكواليتي لقيت الكواليتي قلت، فخلاص انا عارف ان اخر حاجه غيرتها دي مثلا هي اللي قلت الكواليتي، فابتدي ان انا اتراجع عنها واشوف هغيرها ازاي او هتصرف فيها ازاي. تمام،
هنبتدي بقى نتكلم عن حاجة اسمها الـ Process Assets. طيب ايه هي الـ Process Assets؟ بيقولك الـ Process Assets دي أي organization بيكون عندها مجموعة من الـ Resources اللي بتساعدها في إنها تمانج الـ Projects والـ Operations بتاعتها. فالـ Process Assets دي هي الـ Resources اللي موجودة في organization وبتساعدها انها تمانج البروجكتس بتاعتها والاوبريشنز بتاعتها. اكزامبلز على كده التمبلتس والبلانز مثلا والبيست براكتس اكزامبلز اللي موجوده والابروفد ميثودز فور يوز والجايد لاينز. هي مجموعه من الحاجات كده او مجموعه من الريسورسز بتساعد الاورجانيزيشن انها تمانج بقى البروجكتس بتاعتها والبروسيسز بتاعتها والكلام ده كله. الاسيتس دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتحقق الكونسيستنسي. احنا كلنا كده عندنا اسيتس او عندنا ريسورسز في الاورجانيزيشن كلنا بنرجع لها، ففي كونسيستنسي ما بيننا وما بين بعضنا في الشغل اللي بنعمله. طيب تاني حاجه بتعمل حاجه اسمها تايلورينج. تايلورينج يوزنج الاورجانيزيشنال جايدلاينز. طيب ايه التايلورينج دي؟ معناها ان انا بقعد اعدل في الحاجات دي او على حسب النيدز او على حسب الريكويرمنتس بتاعت البرودكت اللي تحت ايدي او البروجكت اللي تحت ايدي، ببتدي ان انا اظبط الجايد لاينز او اظبط الاورجانيزيشنال جايد لاينز بتاعتي والاسيتس بتاعتي انها تشتغل على الحاجات دي. يعني انا لو جالي برودكت النيدز بتاعته مثلا يمين خالص مثلا، قشطه الاسيتس اللي معايا هتساعدني. لو جالي بروجكت النيدز بتاعته ناحية تانية خالص ملهاش دعوة بالأول، الأسيتس برضو هتساعد. تالت حاجة learning rate improvement، بتحسن learning rate بتاع ال organization. بعد كده عندنا هي بيقولك a basis for cumulative long term benefits to the organization، بمعنى انها بتساعدك ان انت يكون عندك long term benefits و cumulative. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت انا عندي اسيتس، الاسيتس دي بتساعدني دلوقتي، تساعدني بعدين، تساعدني بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، هي موجودة دايما عشان تساعدني طول الوقت. ولما بتتحسن، انا مثلا الاسيتس دي بتفيدني بنسبة 90%، فانا لما احسنها مثلا هي هتفيدني بنسبة 91، او الكواليتي هتعلى، فالكواليتي بتاعتك عمالة تعلى. الموضوع كوميوليتيف اوكي ولونج تيرم، هي بتساعدك طبعا على مدى طويل. خامس حاجة بيقول لك هي بتشير ال best practices وال lessons across ال organization. دلوقتي احنا اتعلمنا حاجة جديدة او استفدنا بحاجة معينة او بتاع، فخلاص بنحطها في ال assets دي وال organization كلها بتستفاد منها. تمام. طيب بيقول لك دي شكل ال assets اللي موجودة مثلا في ال agile. بيقول لك في بيكون عندك ال agile process بتكون متسجلة، عندك الباكلوج بيكون متسجل طبعا اتكلمنا عنه قبل كده، عندك السبرنت باكلوج، احنا السبرنت واحد حصل فيها واحد اتنين تلاتة، والتولز اللي استخدمناها كذا، والتمبلتس اللي مش عارف ايه، كل ده بيكون متسجل. التاسك بورد، في عندك الريتروسبكتيف الريبورت اللي بيطلع عشان نشوف البرفورمنس بتاعت التيم في السبرنت دي كان عامل ازاي. كل دي اسيتس بتبتدي انها تساعدك وتعرفك انت هتشتغل ازاي، انت كنت فين، انت استفدت ايه من السبرنتس اللي قبل كده، او استفدت ايه من الشغل اللي قبل كده عشان تحسن من نفسك. طيب بيقول لك الاجايل تيمز لازم او بيستخدموا الاسيتس دي عشان يعملوا الورك بتاعهم او التاسكات بتاعتهم. بيقول لك التيم بيديفلوب الاسيتس دي في حاجه اسمها السبرنت زيرو، بيجهزوا الاسيتس بتاعتهم اللي هتساعدهم او اللي هيستخدموها في سبرنت زيرو عشان يستعدوا بقى للفيرست ديفلوبمنت سبرنت اللي هي السبرنت 1 اللي بيحصل فيها بقى الديفلوبمنت بجد. وبيقول لك ان هما بيعملوا كولكت ريفينمنت سجيشنز وخلاص ان ذا سبرنت ريتروسبكتيف. هما بييجوا في السبرنت زيرو دي قبل ما يبداوا الديفلوبمنت يجمعوا الاسيتس اللي هيستخدموها ويجهزوا نفسهم عشان سبرنت 1، ويشوفوا اقتراحات كده عشان يحسنوا من الاسيتس دي
عشان يبدأوا بقى يعملوا development. طيب بيقول لك الكونتكست والسكوب بتاع الورك بيساعدك ان انت تحدد ايه الاسيتس اللي انت محتاجها. يعني انا والله اشتغل في كذا، فانا بيكون عندي كده خلفية او معرفة انا ايه بقى الحاجات اللي هتساعدني عشان اعمل البرودكت ده او عشان اشتغل في الحاجة دي. تمام، هنا بيقول لك ان بتعمل ريفيو ريفايز للنيدز دي لو الكونتكست او السكوب اتغير. بمعنى لو بعد كده الكونتكست اتغير مثلا او ايا كان، او بعد كده الكونتكست بيتغير او اي حاجه، فالاساس دي برضو بتساعدك فيها. يعني انا قلت مثلا ان الكونتكست ده استخدم فيه واحد واثنين وثلاثة بالحاجات اللي موجوده عندي، بعد كده الكونتكست اتغير او مثلا اتعدل شويه، فهستخدم مثلا اثنين وثلاثة واربعة او واحد واثنين وخمسة وهكذا. طيب يعني من الاخر بكون على حسب الكونتكست والكلام ده بكون عارف ايه الحاجات او ايه الريسورسز اللي موجوده عندي وهتساعدني. طيب بيقول لك هنا لازم تتأكد ان كل تيم ممبرز الاسيتس متاحة ليهم ويقدروا ان هم يستعملوها او يدخلوا عليها. لازم الاسيتس دي تكون افيلبل في كل البروجكت اللي انت بتعملها في نفس الوقت تقدر تستفيد بالاسيتس دي فيها. بيقول لك انت لما بتستخدم الاكزيستنج اسيتس اللي موجودة عندك ده بيقلل الكوست والتايم اللي انت بتحتاجه عشان تبرفورم الشغل بتاعك. طيب بيقول لك خليك طور دايما واعمل ابديت، وخليك ماشي على استراتيجي معينة تبلد بيها البروسيس وتعملها ابديت. بيقول الاسيتس يعني بيقول لك انت الاسيتس بتاعتك دي اعمل لها خليها ابديتد دايما وطور منها، وخلي عندك استراتيجي ثابتة كده تقدر تعمل بيها موضوع الابديت وتقدر ان انت تعمل بيها او تبلد بيها اسيتس جديدة. طيب بيقول لك انت دايما اعمل ديفلوب وريكورد، وخلي البروسيس اركتكتشر بتاعك دايما ابديتد. البروسيس اركتكتشر ده اللي بيديسكرايب الاستراكشر بتاع الاورجانيزيشن بروسيس، ده لازم يكون دايما ابديتد، والبروسيس اسيتس بتاعتك هي كمان لازم تكون دايما ابديتد. هنا في السلايد دي المفروض ان هو بيوضح الستيبس اللي انا بعملها او الاورجانيزيشن بتعملها عشان تابديت البروسيس اسيتس. تمام، طيب اول حاجه بتاكد ان الاسيتس اللي موجوده والبروسيس اللي موجوده فعلا بتدعم الاهداف او ال needs وال objectives بتاعت ال organization بتاعتي. طيب تاني حاجة بحدد ال responsibilities بتاعت الناس اللي المفروض ان هم هيعدلوا او هيعملوا او هيبنوا الاساس دي، بحدد كل واحد هيعمل ايه بالظبط. تالت حاجة ببتدي ان انا بقى اخد recommendations من الناس دي وابتدي ان انا اقيمها عشان اعرف هي فعلا هتفيد الشركة وهل هتنفعني وهل هي دي اللي انا هبنيها ولا لا. تمام، احدد بقى ايه الاحسن من الريكومنديشنز دي. رابع حاجة ببتدي ان انا بقى اعدل الستاندرز بتاعت الشركة واطورها عشان خاطر الاسيتس والبروسيسز الجديدة اللي هتتضاف. خامس حاجة ببتدي ان انا بقى احط خطة كده بالتفصيل بتوضح الاسيتس دي المفروض هتعدل ازاي او هتتبني ازاي مثلا لو هي هتتبني، وبكون مرتب بقى الخطوات كلها. ستة ببتدي ان انا اشوف التعديل بتاعي ده ماشي حسب الخطة ولا لا. يعني انا عملت خطة او عملت بلان المفروض انها هتتعدل عليها، فخلي بالك ان انت المفروض تشوف بقى هل التعديل ده ماشي صح ولا لا. هل في مشاكل في الاسيدز دي وهي بتتعدل ولا الدنيا ماشيه زي الفل والجو ده كله. طيب سابع حاجه بقى هتبتدي ان انت تجيب التيم بتاع الاكشنز او اللي هو هيعمل الاكشنز المرتبطه بتغيير الاسيدز او المفروض ان هو هيبني بقى ويعمل التغيير فعلا بجد. تامن حاجه بيبتدوا بقى ان هم يعملوا الاسيتس دي او يعدلوا عليها، وبتبتدي انها تتراجع الحاجات اللي بيعملوها وتتسجل والكلام ده كله. وبعد كده لما الاسيتس دي تكون جاهزة في الخطوة رقم 9
ابتدي ان انا اراجعها بقى او اراجع الاساس دي بعد ما خلصت واشوفها هل هي مفيده ولا لا، واقارنها طبعا بالستاندردز بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتي. واخر حاجه رقم 10 هبتدي بقى ان انا اخلي الاساس دي او البروسيس دي متاحه لاي حد عايز يستخدمها في الاورجانيزيشن بتاعتي. تمام. طيب بعد كده هنتكلم عن التايرنج او الادابشن. بيقول لك ان الكونسيستنسي مهمه جدا جدا في الاورجانيزيشن بتاعتي، لازم اتاكد ان الستاندردز والاوبجكتيفز والاستراتيجيز كلها واضحه للاورجانيزيشن بتاعتي كلها وكلهم ماشيين عليها، واتاكد ان البروسيس داتا والليسنز اللي بنتعلمها من التحسينات اللي بنعملها في الكواليتي يعني متاحة للأورجانيزيشن كلها. هنا بيقول لي ايه هو بقى البروسيس ادابشن او تايرنج. بيقول لك هي اكتيفيتي كده بتسمح لك ان انت تغير البروسيس بتاعتك اللي موجودة في الشركة عشان تخدم نيد معينة للبروجكت او بارت من الأورجانيزيشن. بمعنى التايرنج دي ان انت بتعمل تغييرات بسيطة كده في البروسيسز اللي موجودة أو الستاندرز اللي موجودة عشان تخدم نيدز معينة لبروجكت مثلا أنت بتعمله أو جزء من الأورجانيزيشن بتاعتك. فأنت بتبتدي إن أنت تعدل بس تعديلات بسيطة عشان تخلي البروسيسز دي أو الستاندرز دي تخدم النيدز بتاعت البروجكت أو تساعدك أكتر في إن أنت تظبط كده جزء موجود في الاورجانيزيشن مثلا شغالين على حاجه معينه. تمام. بيقول لك التايلورنج بتاعت البروسيسز دي لازم تكون كونسترينت، ما ينفعش تغير البروسيسز كلها مثلا او تعمل تغييرات غريبه او تبوظ شكل الساندرز الموجوده في الاورجانيزيشن، لان انت بتعمل تعديلات بسيطه بس عشان تخدم بروجكت او تخدم قسم موجود في الاورجانيزيشن او بارت معينه، ولازم التعديلات دي تكون حاطة في دماغها او تكون بهدف انها تحقق البيزنس اوبجكتيفز والتكنيكال ريكويرمنتس. لازم تكون حاطط في دماغك الحاجتين دول وانت بتعدل او بتعمل تايلورنج لي او بتعمل تايلورنج للبروسيسز بتاعتك. طيب بيقول لك ان التايلورنج جايدلاينز بتسمح لك كده ان انت او بيكون فيها فليكسيبيليتي اكبر لما بتكون البروسيسز اللي انت بتعدلها دي مش كريتيكال. يعني لو البروسيسز دي حاجه بروسيسز عاديه مثلا او مش مهمه او قوي في الشركه، فالتايرنج جايد لاينز بتديك الفلكسبيليتي بقى ان انت تشتغل براحتك بقى او تعدل عليها براحتك. او البروسيسز مثلا اللي ما بتاثرش بشكل مباشر على البيزنس اوبجكتيفز، فلو البروسيس دي مش كريتيكال او ما بتأثرش بشكل مباشر على البيزنس اوبجكتيفز فانت بيكون عندك فلكسبيليتي اكتر لان انت تعدل. طيب هنا بقى بيقول لي اكزامبلز على الاسباب اللي انا ممكن اكون بعمل بسببها تايلورنج. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تخليني بقى اعمل تايلورنج للبروسيس بتاعتي؟ طيب اول حاجه مثلا انا عايز البروسيس دي تتكيف كده مع سوليوشن جديد، في سوليوشن جديد انا عايز اعمله فبعدل البروسيس دي عشان تكون متوافقه معايا. تمام. تاني حاجه في عندنا بقى ورك انفايرمنت جديده مثلا هنتعامل معاها، فلازم اغير البروسيس عشان تقدر انها تتكيف مع الورك انفايرمنت دي او تقدر تساعدني ان انا اشتغل في الورك انفايرمنت الجديده دي. طيب تالت حاجة مثلا عايز اعمل موديفاي للديسكريبشن بتاع البروسيس دي عشان تخدمني مثلا في بروجكت انا بعمله. طيب رابع حاجة مثلا انا عايز ازود كده تفاصيل اكتر البروسيس دي واخليها سبيسيفيك بحاجة معينة عشان تديني يونيك سوليوشن او كونسترين هيخدمني في حاجة انا بعملها او في بروجكت انا بعمله. خامس حاجة مثلا عايز اعمل موديفاي او اعدل او ابدل كده في البروسيس اليمنتس دي، الاليمنتس مثلا اختلفت اتعدلت او في اليمنتس جديده ظهرت ولا حاجه، فعايز ان انا اضيف او اعدل او الكلام ده كله على البروسيس بتاعتي. طيب هنا بقى ابتدى يكلمني عن حاجه اسمها الورك انفايرمنت ستاندرد. ستاندرد بيقول لك ان الورك انفايرمنت ستاندرد دي تسمح للاورجانيزيشن
والبروجكتس ان هم يستفادوا من الكومن تولز والتريننج والمينتيننس اللي موجوده بقى في الانفايرمنت بتاعت الشركه بتاعتنا و او الاورجانيزيشن، ويعملوا كوست سيفنجز، يقللوا الكوست. تمام. طيب بقول لك اكزامبلز على كده. اول حاجه ان انا يكون عندي ريكويرمنتس للاوبريشن والسكيورتي اوف الورك انفايرمنت. لازم يكون اي حاجه انت عايز تكونكت مع النتورك، عايز تاكسس داتا، عايز تعمل اي حاجه في الورك انفايرمنت، لازم يكون في ريكويرمنت للموضوع ده، لازم يكون في سكيورتي في الورك انفايرمنت. تاني حاجه يكون في ورك ستيشن هاردوير اند سوفت وير ريكويرمنتس. اي هاردوير او سوفت وير عايز تاكسسه او عايز تعمل اي حاجه لازم يكون في ريكويرمنتس. لازم يكون في عندك ستاندرد ابلكيشن سوفت وير وتايرنج جايد لاينز، حاجات ستاندردز كده تمشي عليها في الورك انفايرمنت بتاعتنا. ستاندرد برودكشن اند كاليبريشن اكويبمنت، يكون في لايسنس وسكيورتي باسوردز واي ديز موجوده في الانفايرمنت بتاعتنا. يكون في كريتيريا كده عشان تيوز ابروفل للويفرز. يكون في كريتيريا للتايرنج للورك انفايرمنت عشان نحقق نيدز معينه، لو حابين نعدل تعديلات بسيطه كده في الورك انفايرمنت عشان نخدم نيدز معينه. فالورك انفايرمنت ستاندردز هو بيقول لك ان في ستاندردز معينه للورك انفايرمنت لازم نمشي عليها عشان الكومن تولز اللي بنستخدمها او اللي بتستخدمها البروجكتس ما بينها وبين بعضها او الاورجانيزيشن بتستخدمها مع بعض نستفيد منها ونقلل الكوست، ونكون الورك انفايرمنت بتاعتنا تحقق النيدز وتكون افكتيف بالنسبه للبروجكتس بتاعتنا. طيب هنا بيقول لك على شويه تيبس كده او حاجات المفروض تعملها عشان الورك انفايرمنت بتاعتك تكون مظبوطه 100 100. اول حاجه كده انت بتقيم او بتيفالويت الانفايرمنت ستاندردز اللي حواليك كوميرشال، يعني ايه؟ بتشوف انهي work environment standards هتنفعني وهتفيدني تجاريا مثلا او تحقق لي ربح اكبر وهتفيدني في الشغل، وتبتدي ان انت تطبقها عندك في ال work environment بتاعتك. طيب تاني حاجة انت لازم دايما كده او تطور وتغير من ال environment بتاعتك او ال environment standards عندك عشان تخلي ال organization process بتاعتك تحقق ال needs والobjectives بتاعة الorganization. تمام. تالت حاجة لازم كده بشكل دوري تحلل الwork environment عشان تعرف ايه التغييرات او ايه الresources اللي هتحسن الwork performance عندك. تمام. انت كل فترة كده حاول تعرف ايه التغييرات او ايه الresources اللي انت لو زودتها هتحسن الwork performance بتاعك. رابع حاجة تبتدي بقى ان انت ترتب ال improvements اللي ممكن تعملها على الورك انفايرمنت بتاعتك. يعني والله انا عايز اعدل 1 2 3، فابتدي ارتب ايه الاهم ان هو يتعدل وايه الاقل منه وهكذا. تمام. خامس حاجة تبتدي ان انت تحدد ال resources اللي انت او اللي المفروض هت improve ال performance بتاعتك. تمام. يعني ايه الحاجات اللي انا هعملها او اللي انا لو عملتها تحسن البرفورمانس عندي في الانفايرمنت. طيب بعد كده خامس حاجه لازم سادس حاجه قصدي لازم تتاكد ان البروجكتس بتاعتك هي اللي بتتحكم في موضوع انها تورجنايز الورك انفايرمنت ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بعدل الورك انفايرمنت دي عشان تخدم البروجكتس، عشان البروجكتس بتاعتي تتنفذ على اكمل وجه وبأسرع وقت وطبعا كوست قليل وكل الكلام ده كله. آخر حاجة لازم انت بتراجع او بتريفيو الورك انفايرمنت ويز بروجكتس. على حسب البروجكتس او على حسب الأداء في البروجكتس انت بتعرف الورك انفايرمنت بتاعتك دي او الورك انفايرمنت بتاعتك دي كويسة ولا لأ، وتشوف انهي ورك انفايرمنت هتفيدك اكتر. تمام. طيب آخر حاجة هنتكلم عنها هي الفيريفيكيشن والفاليديشن. ايه الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن وايه علاقه الكواليتي اشورنس بينهم؟ طيب هنا بيقول لي ان الفيريفيكيشن بتركز على ان انت حققت الريكويرمنتس ولا لا. تمام. يعني انا في عندي ريكويرمنتس، فالفيريفيكيشن بتتاكد ان انت الريكويرمنتس بتاعت البروجكت او البرودكت انت عملتها. طيب الفاليديشن بتتاكد ان البرودكت بتاعك شغال كويس في التارجت انفايرمنت اللي المفروض هو معمول عشانها.
يبقى قلنا ان الفيريفيكيشن بتتاكد ان انت عملت الريكويرمنتس اللي مطلوبه منك والريكويرمنتس دي موجوده في البرودكت. تاني حاجه الفاليديشن، الفاليديشن بتتاكد ان البرودكت بتاعك ده شغال في الانفايرمنت اللي المفروض انه يشتغل فيها. طيب الكواليتي اشورنس بقى بتعمل ايه؟ الكواليتي اشورنس بتبتدي انها تتاكد او تركز على ان الفيريفيكيشن والفاليديشن اكتيفيتيز الاثنين متحققين، عن طريق ان هو ان انت تتبع او عن طريق ان انت تنفذ البروسيسز بتاعه الكواليتي اشورنس. يعني الكواليتي اشورنس بتديك شويه الستاندردز والبروسيسز والحاجات اللي انت المفروض تعملها دي، عشان من خلالهم هتقدر ان انت تعمل فيريفيكيشن وفاليديشن الاثنين. تمام، يبقى الكواليتي اشورنس بتركز على ان الفيريفيكيشن والفاليديشن اكتيفيتيز يتعملوا عن طريق ان انت تتبع البروسيسز بتاعه الكواليتي اشورنس. اوكي، هنا رسمة بتوضح الموضوع. فهنا بيقول لك هنا في الرسمة بتاعت الفيريفيكيشن والرسمة بتاعت الفاليديشن. طيب الرسمة بتاعت الفيريفيكيشن بيقول لك انت بيكون اول حاجة عندك requirements. تمام، ال requirements دي بتعمل منها system design، ال system design ده بعد كده بتعمل منه architecture design، بعد كده module design، بعد كده بتعمل ال coding، بعد كده ال unit test وال integration test وال system test وال acceptance test والكلام ده كله. فانت في كل مرحلة من المراحل دي بتعمل verification عشان تتأكد ان انت فعلا بتطبق ال requirements، او اسمه ايه ده، البرودكت بتاعك بينفذ او هدفه الرئيسي ان هو ينفذ ال requirements بتاعت اليوزر. تمام، طيب بعد كده انا دلوقتي عن طريق الحاجات دي بقدر ان انا اعمل validate، او دي رسمة بتاعت ال validate. انا عندي requirements، طب انا هفاليديت requirements عن طريق الاكسبتنس تيستينج، طب هفاليديت السيستم ديزاين عن طريق السيستم تيستينج، طب هفاليديت الاركتكتشر ديزاين بتاعي عن طريق ايه؟ عن طريق الانتجريشن تيستينج، هفاليديت الموديول ديزاين عن طريق اليونت تيستينج. اوكي، طيب كده تكون المحاضرة خلصت. تمام، بالنسبة بقى للجزء بتاع الكوتشن بانك او الاسئلة دي، انا ان شاء الله يا اما هنزل فيديو فيه الحل بتاع الاسئلة دي، يا اما هبعت لكم الحل ان شاء الله في PDF يعني. وشكرا.